بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان وللابد امين. نشكر الله الذي اتى بنا الى هذه الساعه المقدسه في هذا اليوم المفرح. نقدم لله عدد من الشمامسه الذين يسيرون كهنه ليخدموا مذابح الله في اماكن كثيره. وخدمة الكاهن في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خدمة فعالة ومؤثرة للغاية. فالكاهن في طقس كنيستنا عندما يسام ويقام إنما يصير راعيا وخادما لكل الرعية التي يؤتمن عليها. واختيار الكاهن ليس نهاية المطاف ولكنه أيضاً بداية. فالكاهن كان شماساً وكان خادماً وكان معروفاً ومشهوداً له. وعملية إعداد كاهن يصير كاهناً من أول ما كان طفل صغير في مدارس الأحد بعد أن نال بدايات التعليم المسيحي في بيته أسرته بعد معموديته مشوار طويل خالص إلى أن يمر بخطوات كثيرة حتى يكون لائقا لهذه الخدمة المملوءة سرا. خدمة الكاهن أيها الأحباء يمكن أن نضعها في أربعة نقاط رئيسية. الكهنوت أمانة، الكهنوت نقاوة، الكهنوت سلامة، الكهنوت اتضاع. أولاً الكهنوت أمانة. بلا شك الكاهن يستودع أسرار الله ويستودع طقس الكنيسة، والأمانة هي العنصر الرئيسي والأساسي في حياته. وطبعاً كلنا عارفين قيمة هذه الكلمة لأن عكسها كلمة لا نقبلها ولا يقبلها إنسان، بل هي كلمة تجرح حتى الأذن. العكس، عكس كلمة أمانة. ولذلك الوصية تقول في السفر الأخير في الكتاب المقدس: كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وكلمة كن تعني استمرارية هذه الأمانة، مش يوم ولا لأ والتاني لأ، أو يترسم كاهن وبعد كده ما يبقاش أمين. هو أمين في كل كلمة، في كل تعليم، في كل زيارة، في كل طقس. هو أمانته تلازمه. وإنجيل العشية بالأمس كان إنجيل الوزنات: كنت أميناً في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. وخد بالك إن الآية دي بصيغة الفرد، مش كونوا أمناء، لا، ده بتاعتك أنت، بتاعتك أنت في طريقك. كنت أميناً في القليل أقيمك على الكثير. الله يباركك في القليل الذي تكون أمينا عليه، حتى لو كان كلمة واحدة، فهو يفتح فمك ويعطيك روحا ويعطيك نطقا ويعطيك كلاما. أنت أمين على طقس وعقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أنت أمين على خدمة الرعية بكل أوجه الخدمات. أنت أمين في علاقاتك ومعاملاتك مع كل أحد. تقول لي ما في فلان بيعمل كده وفلان بيعمل كده، مالكش دعوة بفلان ولا علان. أمامك نماذج ناجحة، اجعلها دائما هي النماذج التي تقودك. الكهنوت أمانة أولا وأخيرا. نمرة اثنين، الكهنوت نقاوة. فالكاهن عندما يتقدم لتقديس الذبيحة ولتقديس القداس
هو يعلن أمام الله ويعترف أنه غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب. لا يصح أن نخدم الله بأيدي غير نقية، لا يصح أن نخدم الله بأفواه غير نقية، لا يصح أن نخدم الله بعقول وفيها أفكار رضية، لا يصح. الكهنوت نقاوة، وكلمة نقاوة في كنيستنا تعني حياة التوبة المستمرة، حياة التوبة الدائمة. أنت أيها الكاهن والمدعو للكهنوت يجب أن تنقي سريرتك دائما، يجب أن تنقي قلبك دائما، ولا تدع قلبك يحوي خطايا وأفكار ومشاعر رضية. ولذلك من الأهمية بمكان أن يكون أب اعترافك أن تقابله باستمرار. أنت تحتاج إلى هذا، فليس معنى أنك ترتدي ملابس الكهنوت وأنك تصير كاهنا وتقيم الأسرار وتعقد الاجتماعات وتخدم الناس، ليس معنى ذلك أنك لست محتاجا للتوبة، بل أنني أتجاسر وأقول أنك أول المحتاجين إلى التوبة، أول المحتاجين للتوبة. عشان كده الكاهن عندما يرسم بيقضي 40 يوم وبعدين بينزل للخدمة، لا نسمح له بالاعترافات قبل سنة، ممكن يبدأ بعد 6 شهور مع اعترافات الصغار، لكن بعد سنة يبتدي وقليلاً، لأن عمل الاعترافات يحتاج أن يكون هو أيضاً نقياً ومعترفاً دائماً وتائباً، ويعيش هذه الحياة، حياة النقاوة دائماً. الكهنوت أمانة تسلمها الكنيسة، والكهنوت نقاوة أنت مسؤول عنها شخصياً، والكهنوت ثالثاً هو سلامة. سلامة يعني أنت صانع سلام. فالكاهن يقام لكي ما يصير إنساناً صانعاً سلاماً في مجتمعه، في خدمته مع الكهنة أخواته، مع الأب الأسقف اللي بيخدم تحت رعايته، أن يكون صانعاً سلاماً في وسط الأسر، أن يكون صانعاً سلاماً في أسرته مع زوجته مع أولاده وبناته، أن يكون صانعاً سلاماً مع نفسه، أن يكون صانعاً سلاماً مع ذوي الاحتياجات، مع إخوة المسيح الفقراء بكل وجه من وجوه الفقر، أن يكون صانعاً سلاماً، أن يكون بشوشاً، أن يكون مبتسماً، أن يكون واسع الصدر، ألا يكون غضوباً ولا مصطدماً مع أحد. أن يكون الكاهن سهل جداً عليها أن يعتذر وأن يقدم من قلبه اعتذاراً عما يكون قد بدر منه. الكهنوت مسؤولية، ولذلك يا إخوتي عندما نقيم كاهناً يحضر أباء أسقفة مثلوا الكنيسة، وأباء كهنة وشمامسة والهيكل مفتوح، المذبح مفتوح والهيكل، ونقيم هذا الإنسان بعد مشوار طويل كما ذكرت، وبعد أن يتعهد أمام الله. والحكاية مش سهلة، الحكاية مش سهلة، ولا الحكاية هي مجرد تغيير اسم أو شكل أو لبس، الحكاية مش كده. الكهنوت والشخص الكاهن الذي تأتمنه الكنيسة تفترض فيه النقاوة الكاملة، فسوف يقف أمام الله يوماً وسوف يقدم حساباً عن وكالته، هيقف قدام ربنا. هو صح بيقف في الصلاة وبنرسمه كاهن وشغلته هي الصلاة وهي دي الشغلة الرئيسية بتاعته وده اهتمامه
وده اللي يشغله مش حاجة تانية. وألا إذا لم يكن مصليا من قلبه وله قانونه الخاص في صلواته بحسب تدبير أب اعترافه، وإلا سيكون شخصا مؤديا للصلاة، واحد بيمثل علينا أنه بيصلي. ومن يقبل هذا؟ لا السماء تقبل ولا الأرض تقبل. ولذلك يا إخوتي الأحباء وأبنائنا المتقدمون لنوال هذا السر العظيم، يحتاج أن تكون أنت صانع سلام كاملا. فما أقصى أن نسمع عن خلاف بين كهنة في كنيسة أو في خدمة أو في إبرشية أو بين خدام وبين كهنة. هذه يا إخوتي خطايا تحرمك من الملكوت، وباطل هي خدمتك، لا تكون لخدمتك أي نتيجة ولا أي ثمر. ويعني بيني وبينك كده بتضحك على نفسك. ولذلك الكهنوت يحتاج كل تدقيق تماما، ويحتاج الإنسان أن يكون واعيا، وزي ما بنقول كده في التعبير الشعبي المصري، عينه في وسط راسه، واخد باله من رعيته، واخد باله من نفسه، واخد باله من أسرته، واخد باله من الخدام، واخد باله من الشمامسة اللي بيخدموا وياه، واخد باله من كل القطيع، من كل الرعية، الكبار والصغار، الرجال والنساء، الشباب والشابات، واخد باله من كل أحد. الكهنوت أمانة، والكهنوت نقاوة، والكهنوت سلامة، ولكن أيضا الكهنوت اتضاع. إنها لحظات رهيبة أن يقف الإنسان أمام المذبح ويقدس الأسرار المقدسة. على يديك تصير هذه الأسرار التي تمارسها كنيستنا، ده من خلال الأب الكاهن. ودي لحظات في كل سر من الأسرار بيستدعى الروح القدس الذي يقدس الأسرار ويقدس الطقوس التي تتم. وانت بتكون كاهن في كنيسة او مع 2-3-4 من الاباء، ويمكن البلد بتاعتك فيها كنيسة واحدة، ويمكن تروح بلد ما فيهاش كنيسة عشان تخدم هناك، وعشان تخدم اعداد قليلة جدا وترعاهم، كيف ما يكون حقل الخدمة بتاعتك؟ لكن كل هذا يحتاج الى اتضاعك، اتضاعك. فالاتضاع هو السبيل إلى الملكوت ولا سبيل آخر. مهما كنت عالما في اللاهوت ولا في العقيدة ولا في الكتاب ولا في الاجتماع والخدمة والافتقاد، مهما كنت عالما، اتضاعك هو الذي يقودك إلى الملكوت وإلى نصيبك السماوي. وما أجمل أيقونة الكاهن المتضع الذي منه نأخذ الشريعة من فمه، والذي نحتكم إلى مشورته الروحية. ما أشهى وما أجمل أن يكون الكاهن في هذه الصورة المتضعة كسيده ربنا يسوع المسيح. الكاهن اتضاع، اتضاع. وهذا الاتضاع لا يظهر أبدا إلا من خلال كلامك وأفعالك وطريقتك وأسلوبك وافتقادك وردودك على الأسئلة ومناقشاتك، حتى في خلواتك وفي المؤتمرات اللي بتعملوها للشباب وللخدام. كيف يظهر هذا الاتضاع؟ اتضاعك هو الذي يحملك ويقدمك أمام المسيح، فيقول لك ادخل إلى فرح سيدك، ادخل إلى فرح سيدك. هذا هو الكهنوت يا إخوتي الأحباء، والأبناء الذين نقدمهم لكي ما يصيروا كهنة يحتاجوا أن يتعلموا هذا. الكهنوت أمانة، والكهنوت نقاوة، والكهنوت سلامة، والكهنوت اتضاع. بكل ما تحمل هذه الكلمات الأربعة من معاني ومن شمول،
ولذلك من نقدمهم في هذا اليوم وبعد اختبارات كثيرة وجلسات كثيرة وتزكيات كثيرة، وطبعا كان في ناس كثيرة متقدمة وبعد ترشيحات، عندما نختار كاهنا إنسانا يصير كاهنا نختاره بمخافة الله ولا نحابي الوجوه أبدا. عندما نختار كاهنا نختاره بمخافة الله ولا نحابي الوجوه أبدا. ونحن في اختيار الكاهن يقف أمامنا شيئان: صلاحية الإنسان واحتياج المكان. صلاحية إنسان لهذه الخدمة واحتياج مكان، احتياجه للرعاية. في هذا الصباح المبارك سنقدم 29 شماسا لكي ما يصيروا كهنة، بعضهم كهنة كنائس في القاهرة وفي الأقصر وفي المحلة الكبرى وفي كندا. بعض الكهنة سيرسمون كهنة عموميين لكي ما يخدموا كهنة تحت تدبير الأب الأسقف بحسب احتياجات الخدمة. وأيضا هناك كهنة سيرسمون لخدمة الكرازة خارج مصر، وهناك كهنة سيرسمون لخدمة الإرشاد الروحي. فعندنا النهاردة نوعيات: كهنة كنائس جوا مصر، وكهنة كرازة خارج مصر، وكهنة عموم لتدبيرات الخدمة في كل مكان اللي هم موجودين فيه، وكهنة لخدمة الإرشاد الروحي، وكهنة للخدمة في كندا في احتياج الكنائس هناك. نحن نصلي من أجل أن يقبل الرب نفوسهم، ونصلي أن يقبل تكريسهم الكامل في هذه الخدمة المقدسة. والسنة دي أو المرة دي هنعمل حاجة مهمة جديدة أحب أقولها وياخدوا بالهم الأباء اللي هيصيروا أباء كهنة. الكاهن بيقضي 40 يوم في الدير، في أي دير هو يرتاح له، لكن إحنا هنقتطع من 40 يوم 3 أيام ونعقد للكهنة الجدد، نعقد لهم كورس خاص، منهج خاص تحت عنوان التدبير الكنسي والتنمية. وده هنستضيف الكهنة الجداد في المقر البابوي هنا في دير الأنبا بشوي، والكورس ده هيقدمه مجموعة من المتخصصين على مدى 3 أيام 8، 9، و10 مارس، خميس وجمعة وسبت. الخميس من الساعة 4 بعد الظهر لغاية يوم السبت الساعة 4 بعد الظهر. في الفترة دي ما يبقاش فيها زيارات للكهنة الجداد، صح فيها يوم جمعة لكن ده ما يبقاش فيه زيارات. وهم هيقعدوا الكورس ده هيقعد 3 أيام متصلة، عشان كده لو كانوا مقيمين في أديرة أخرى يجيبوا حاجتهم، شنطة صغيرة كده، عشان يحضروا 3 أيام في هذا التأهيل اللازم لخدمة الكهنوت، يوم 8، 9، و10 مارس. وده للكهنة الجدد، وهيقوم بالتدريب المعهد الكنسي أو المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية. المعهد ده معهد جديد في الكنيسة، عمره دلوقتي 3 سنوات، بيؤهل ويدرب ويعلم ويعطي نوع من المهارة للأباء الكهنة ولأمناء الخدمة، وحتى بعض الأباء الأساقفة حضروا فيه ونالوا كورسات طيبة. عشان كده من يوم 8، 9، و10 المجموعة بتاعت النهاردة في الرسامة، ومجموعة الأسبوع الجاي بتاعت اسكندرية أيضا مدعوين لهذا المنهج الخاص اللي هيتم في 3 أيام 8، 9، و10 مارس.
نحن نقيم مثل هذه المناهج وهذه الكورسات المتخصصة لكي ما يصير الكاهن أكثر تأهيلاً للخدمة المتسعة والمطلوبة منه. صلواتكم جميعاً من أجل هؤلاء ومن أجل كل الآباء، من أجل خدمتهم ومن أجل تعبهم ومن أجل بذلهم وتضحياتهم. وحضور الآباء الأساقفة في هذا اليوم وإحنا موجودين في دير الأنبا بشوي العامر مع الآباء الرهبان وفي رعاية رئيس الدير نيافة الأنبا سربامون، وإحنا موجودين في هذا الدير بنستلهم روح البرية، بنستلهم روح البرية المزخرة بالفضائل وبخبرات القديسين. المواضع اللي احنا فيها دهيت عاش فيها أجيال وأجيال من القديسين من أيام ما الدير ابتدى من القرن الثالث والرابع الميلادي، ولذلك سلوكياتنا في الدير تحتاج كل وقار، وفي نفس الوقت لحظات الرسامة تحتاج الهدوء وتحتاج الصلوات، ونصلي من أجل أن الله يعطيهم نعمة ويسندهم. فالكاهن لا ينجح في خدمته إلا بصلوات من يرعاهم، والصلوات دي هي اللي بتسنده وهي اللي بتساعده وهي اللي بتنجحه وهي اللي بتفرح قلب ربنا. يباركنا مسيحنا بكل بركة روحية، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد. آمين. بنعمة ربنا يسوع المسيح وبشفاعة أمنا العذراء مريم والقديس العظيم ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد وشفاعة القديس الأنبا بيشوي شفيع هذا الدير وكل قديسيه وكل قديس البرية المقدسة، وبركة صلوات كل الآباء الحضور معنا وبتزكية الآباء والآباء الآباء الأساقفة والآباء الكهنة والشمامسة والشعب، نقيم 29 متأسف مش عارف ايه حكاية 49 دي عشان في شهيد 29 شماسا لكي ما يصيروا كهنة كما ذكرت في مواضع مختلفة في القاهرة والأقصر والمحلة الكبرى وكندا وخدمة الكرازة وخدمة الإرشاد الروحي، وهذه الخدمات المتعددة والمتنوعة والمتخصصة في خدمة الكهنوت هي احتياج الكنيسة. وكما علمنا ربنا يسوع المسيح الحصاد مش سامع الحصاد كثير والفعلة فليلون. فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. إحنا بنصلي باستمرار إن ربنا يبعت فعلة، والنهاردة بعت لنا 29 فاعلا يعملوا في كرم الرب. البداية هنقرأ التعهد. هتفضلوا هنقرأ التعهد، وفي أظن واحد أو اثنين بالإنجليزي يقراه برضو قدامنا. بتقروا التعهد قدام المذبح ويا بعض كلكم، وبعد التعهد نعمل خطوات الرسام. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تفضل. أتعهد أن تفضلوا يا بعض. وقيادته في
القداسة والبر، وأكون أنا نفسي قدوة في كل عمل صالح، وأتعهد بأن أحب الرعية وأعملها بالرفق والحكمة، وأبذل ذاتي في افتقاد الشعب والاهتمام به من كل ناحية حسب طاقتي، وأن أبحث عن الضال وأسعى لرد وأجمع خراف الله المتفرقة، ولا أغفل عن العاجزين والمنطرحين والذين ليس لهم أحد يذكرهم، وأن أكون طويل الروح واسع الصدر في معاملة الناس، ولا تكون لي جماعة مختارة بل أهتم بالكل، وأتعهد أن أضع صالح الكنيسة فوق كل اعتبار، وأن أبعد عن محبة المال ومحبة النصيب الأكبر، ولا أتعالى على الشعب ولا أهملهم ولا أكلمهم بما لا يطيقون، ولا أمرهم بما يخالف وصية الرب، ولا أرفض التائب إذا رجع، ولا أقصر في خدمة أحد منهم، وأتعهد أن أخضع لرئاسة الكهنوت ممثلة في قداسة البطريرك وأبي نيافة الأسقف، ومع احترامي توقيري لشركائهم والرسولية وأباء المطارنة والأساقفة، وأطلب من الرب أن يهبني فرص صلواتكم حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة، وأؤدي بأمانة كافة ما يتطلبه مني عمل الكهنوت الجليل. صلوا عني يا أباء أخواتي القديسين، هامة يا لكم جميعا. الصفوف اللي ورا يرجعوا ورا شوية، انزل كده شوية عشان تدنوا مساحة للمطانيات. ارجع ارجع ورا كمان، خليكم انتوا. الورقة التعهد الواجب دي تاخدها وتبروزها وتحطها في أوضتك، وكل يوم تقراها، كل يوم تتابع بيها نفسك، فاحتفظ بيها ما تطبقهاش، اديها لأبونا المرافق وياك علشان تبروزها وتعين. ندي مطانية للمذبح، مطانية للمذبح، ومطانية للأباء هنا بحري، ومطانية هنا للأباء والشمامسة إبلي، ومطانية لكل الشعب. تفضلوا وقفوا مكانكم. هنبتدي نصلي صلاة الشكر كلنا، ونبتدي طقس الرسامة. تعالى اتفضل اتفضل. هيقرا التعهد بالانجليزي. مارك شماس يقرا التعهد. I, the unworthy, called to the grace of priesthood for the altar of the Holy Catholic and Apostolic Church of God in the Christ-loving Coptic Orthodox Archdiocese of North America, pledge before God, the Lord of Lords and Shepherd of Shepherds, and before His angels and saints, before my Father, His Holiness Pope Teodros II, and before His companions in the apostolic ministry, their grace, the metropolitans, and bishops, before all the clergy and people, to be steadfast in the Holy Orthodox faith until the last breath, to respect the canons of the Coptic Orthodox Church, and to keep all her traditions, rites, religious customs, and teachings. I will exert all my effort to teach the people the true faith and lead them in the holy and righteous life, and to set an example for them in every good deed. I pledge to love the flocks and take care of them with compassion and wisdom. I pledge to give myself for all people in pastoral care and be concerned for their needs until the very last of my abilities. I will search for the lost and try to return them. I will gather the scattered flock of God. I will not ignore the incapacitated. I will not ignore the incapacitated, the rejected, or those who have no one to remember them. I'll be patient and long-suffering with all people, and will not show partiality to a chosen group, but be equally concerned for all. I pledge to put the good of the church above all else. I will keep myself away from the love of money and affinity for the greater portion. I will not boast over the people, and will never neglect nor overburden them.
I will not instruct them against the Lord's commandments, nor will I reject the repentant who return to the church, but I will serve them. I pledge to submit to the hierarchy of the priesthood, represented in the person of His Holiness, the Pope of the Coptic Orthodox Church of Alexandria and Patriarch of the See of St. Mark, along with my respect to their eminences and grace, the metropolitans and bishops of the church. I ask the Lord to grant me His strength through your prayers so that I may fulfill the duties of this great and honorable order of priesthood with honesty and integrity. Pray for me, my fathers and brethren and the saints. Amen. سوسيوس وبتير وبنتكرة تربان جاترياس ليس نماس. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. أنا لك الملك والقوة والمجد. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعددنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعددتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن الشمامسة المتقدمين للكهنوت وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود طليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. آمين. أيها الرب إله القوات الذي أدخلنا إلى نصيب هذه الخدمة، الذي يقيم فهم البشر ويفحص القلوب والكلى، اسمعنا بكثرة رأفاتك ونقنا من كل دنس الجسد والروح،
مزق سحابة خطايانا وظلمنا مثل الدخان. املانا من قوتك الإلهية ونعمة ابنك الوحيد وفعل الروح القدس لنكون مستوجبين لخدمة هذا العهد الجديد، لكي نستطيع باستحقاق أن نحمل اسمك القدوس ونخدم كهنوت سرائرك المقدسة. ولا تدعنا نشترك في خطايا غريبة، بل امحو التي لنا وامنحنا يا سيدنا ألا نصنع المائلات، بل هب لنا معرفة لنقول ما ينبغي وندنو إلى مذبحك المقدس. اقبل إليك القسيسية الكاملة التي ستصير لعبيدك الواقفين المنتظرين مواهبك السمائية، لأنك صالح وكثير الرحمة لكل من دعاك، وسلطانك قوي مع ابنك الوحيد والروح القدس. ربنا يسوع المسيح المكملة لنقصنا بمسرة الله الآب والروح القدس، تحل على عبيدك هؤلاء الداخلين بخوف ورعدة وتواضع قلب إلى المذبح المقدس، جاسين ورافعين عين قلوبهم إليك أيها الساكن في السماء، منتظرين مواهبك السمائية لينتقلوا من طقس الشمسية إلى رتبة القسيسية في البيعة المقدسة والمذبح الطاهر. اطلبوا كلكم لكي تحل عليهم موهبة الروح القدس. آمين. 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 نعم يا رب، اجعلنا مستحقين للدعوة القسيسية لكي باستحقاق من قبل محبتك للبشر. يستحق اسمك القدوس أتعبد لك ويخدم مذبحك المقدس واجد رحمة أمامك، لأن الرحمة والرأفة من قبلك يا الله، وينبغي لك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدور. أمين. يا رب اسمعنا، يا رب ارحمنا، يا رب باركنا. أيها السيد الرب الله ضابط الكل خالق كل الأشياء بكلمته الذاتية المعتني بالكل من قبلك، أيها المتطلع في كل حين على بيعته المقدسة وينميه ويكثرهم ويقويهم ليقبلوا الأتعاب بالقول والفعل، انظر إلى عبيدك هؤلاء الذين قدموا للقسيسية بحكم وتزكية الذين قدموهم في الوسط، املأهم من الروح القدس والنعمة والمشورة وتقواك ليعددوا ويدبروا شعبك بقلب نقي كما تطلعت على شعبك الذي اخترته وأمرت عبدك موسى أن يختار لهم شيخا. هؤلاء الذين ملأتهم من الروح القدس غير مصنوع المنبثق منك. رب اسمعنا، نطلب إليك أن تحفظ فينا أيضا الروح القدس الذي لنعمة غير المصنوعة لمنحهم روح حكمتك ليمتلئوا من أعمال الشفاء وكلام التعليم ليعلموا شعبك بوداعة ويتعبد لك بطهارة وفكر نقي ونفس منسحقة ليكمل أعمال كانوت على شعبك. أما الذين يقتربون إليك أيضا فليجددهم بحميم الميلاد الجديد
وأنا أيضا طهرني من كل خطية غريبة، وأعطتني مما يجب علي من ذاتي بواسطة ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي ينبغي. يا رب اسمعنا، يا رب ارحمنا، يا رب باركنا. اطلع يا رب علينا وعلى خدمتنا وطهرنا من كل دنس. أرسل من السماء نعمتك على عبيدك هؤلاء لكي يستحقوا من قبلك أن يكملوا كهنوتك بغير اعوجاج، ليفوزوا بمراحمك مع الذين أرضوك منذ البدء، لأن الرحمة كائنة بإرادتك ويليق بك الإكرام من كل أحد والسجود، أيها الآب والابن والروح القدوس. في كنيسة الله المقدسة، آمين. آمين. ندعوك يا بولس قسيسا على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالأنبرويس بالعباسية بالقاهرة، خنفران مبيوت نمشيرين بابنف مايسواب ونوتي نوتفز ماروت انجيف نوتفيوت بيانتو كراتور، آمين. آمين. ندعوك يا بولس قسيسا على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في كنيسة السيدة مريم العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالأنبرويس بالعباسية بالقاهرة، إفز ماروت إنجبف مونوجانيس إنشيري إسوس بخريستوس بين شويس. آمين. دعوناك يا بولس قسيسا على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في كنيسة السيدة مريم العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالأنبرويس بالعباسية بالقاهرة، إفز ماروت إنجيب ابن فمايس أواب إمبراكليتو. ندعوك في كنيسة الله المقدسة، آمين. آمين. ندعوك يا يشوع قسيسا على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في كنيسة القديسة مريم العذراء بالدمشرية بمصر القديمة، خنفران مبيوت نمشيرين بابن مايسواب نوتي نوتفز ماروت انجيف نوتفيوت بيانتو كراتور، آمين. آمين. ندعوك يا يشوع قسيسا على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في كنيسة السيدة مريم العذراء بالدمشرية بمصر القديمة، افز ماروت انجبف مونوجانيس انشيري اسوس بخريسوس بين شوي. آمين. دعوناك يا يشوع قسيسا على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في كنيسة السيدة مريم العذراء بالدمشرية بمصر القديمة، افز ماروت انجبف نفمايس اواب إمبراكليتو. آمين. No, son.
ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا موسى قسيسا على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في كنيسة السيدة مريم العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية بالقاهرة خنفران مبيوت نمشيرين بابن مايسواب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيانتوكراتور. آمين. آمين. ندعوك يا موسى قسيس على المذبح المقدس الذي دعا الأرثوذكسيين في كنيسة السيدة مريم العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية بالقاهرة افزمارو تنجب في مونوغانيس انشير يسوس بخريستوس بين شوي. آمين. دعوناك يا موسى قسيس على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في كنيسة السيدة مريم العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية بالقاهرة افزمارو تنجب ابن فمايس أواب امبارك ليتو. آمين. آمين. اكسيوس يوانيس بيرتي ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا إبراهيم قسيس على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في كنيسة السيدة مريم العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية خنفران مبيوت نمشير بابن مايسواب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيانتوكراتور. آمين. آمين. ندعوك يا إبراهيم قسيس على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في كنيسة السيدة مريم العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية بالقاهرة فزمارو تنجب فمونوغانيس انشيري إسوس بخريستوس بين شويس. آمين. دعوناك يا إبراهيم قسيسا على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في كنيسة السيدة مريم العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية افز مارو تنجيب ابن فمايس أواب امبارك ليتو. آمين. أكسيوس بن ساق بابلوس بأبو أستولوس أكسيوس بن يوت أفرايم بإبريل فيترو. ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا فيلو باتير قسيس على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في كنيسة السيدة مريم العذراء والملك مخيل بالأباصير بعين شمس بالقاهرة خنفران مبيوت نمشير بابن مايسواب نوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيانتوكراتور. آمين. آمين. ندعوك يا فيلو باتير قسيس على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين
في كنيسة السيدة مريم العذراء والملك ميخائيل بالأباصيري بعين شمس الغرب بعين شمس بالقاهرة افز ماروت انجبف منوجانيس انشيري إيسوس بخريستوس بنشوش آمين. دعوناك يا فلوباتير قسيس على المذبح المقدس الذي دعا للأرزوكتين في كنيسة السيدة مريم العذراء والملك ميخائيل بالأباصير بعين شمس بالقاهرة افز ماروت انجيب ابن ماس اواب امبرك ليت ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا إبراهيم قسيس على المذبح المقدس الذي دعي للأرزوكتين في كنيسة السيدة مريم العذراء والملك ميخائيل بالأباصيري بعين شمس بالقاهرة خنفران مبيوت نشيرين بابن مايس أواب ونوتي نوتي فزماروت انجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور آمين. آمين. ندعوك يا إبراهيم قسيس على المذبح المقدس الذي دعي للأرزوكسيين في كنيسة السيدة مريم العذراء والملك ميخائيل بالأباصيري بعين شمس بالقاهرة افز ماروت انجبف منوجانيس انشيريسوس بخريسوس بنشوش آمين. دعوناك يا إبراهيم قسيس على المذبح المقدس الذي دعا للأرزوكتين في كنيسة السيدة مريم العذراء والملك ميخائيل بالأباصيري بعين شمس بالقاهرة افز ماروت انجيب ابن مايس اواب امبارك لي آمين أكسياتي أجياماري يتبارثي نوصا أبرام ببرد بي إتيروس إيه الزغروطة الطويلة دي؟ ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيس على المذبح المقدس الذي دعا الأرزوكسين في كنيسة قديس ماري مرقس والبابا أثناسيوس بشبرا خنفران مبيوت نمشيرين بابن مايسواب ونوتي نوتي فزماروت انجيف نوتي فيوت بيوم توكراتور آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيسا على المذبح المقدس في كنيسة القديس ماري مرقس والبابا أثناسيوس بشبرا افز ماروت انجبف منوجانيس انشيري إيسوس بخريسوس بنشوش آمين. دعوناك يا مينا قسيسا على المذبح المقدس في كنيسة القديس ماري مرقس والبابا أثناسيوس بشبرا افز ماروت انجبف منوجانيس بابن مايس اواب امبارك ليتو آمين. اكسيوس ابا ماركوس بي ابوستو لو
ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا كيرلس قسيس على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في كنيسة قديس ماري ماركوس البابا أثناس بشبرا خنفران مبيوت نمشير مبابنا مايس واب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا كيرلس قسيسا على المذبح المقدس في كنيسة قديس ماري ماركوس البابا أثناس رسولي بشبرا افز مارو تنجب افمنو جنيس انشير يسوس بخريسوس بين شويس. آمين. دعوناك يا كيرلس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة قديس ماري ماركوس البابا سنس بشبرا افز مارو تنجب ابن مايس اواب امبرك لي. ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا أنجيلوس قسيسا على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في خدمة كاهن عام بشبرا خنفران مبيوت نمشير مبابن مايسوا بنوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيانتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا أنجيلوس قسيسا على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في خدمة كاهن عام بشبرا افز ماروت انجبف منوغانيس انشير يسوس بخريسوس بين شوي. آمين. دعوناك يا أنجيلوس قسيسا على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في خدمة كاهن عام بشبرا افز ماروت انجبف نفمايس اواب امبارك لي. آمين. أكسيتي أجي أماري كتبا ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا كيرلس قسيس على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في كنيسة القديسين جورجيوس ولامب أنطونيوس بالنزهة بالقاهرة خنفران مبيوت نمشير بابن مايسواب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيانتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا كيرلس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسين جورجيوس ولامب أنطونيوس بالنزهة بالقاهرة افز ماروت انجبف منوغانيس انشير إيسوس بخريسوس بين شويس. آمين. دعوناك يا كيرلس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسين جورجيوس ولامب أنطونيوس بالنزهة بالقاهرة افز ماروت انجبف نفمايس اواب امبارك لي تو. آمين.
ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا إبراهيم قسيس على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في كنيسة مذبح العذراء مريم والشهيد يوليوس الإقفاصي منشية ناصر بن مقطم خان إبران مبيوت نمشير بابن ما سواب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيان تكراتور. آمين. آمين. ندعوك يا إبراهيم قسيس على المذبح المقدس لكنيسة العذراء مريم والشهيد يوليوس الإقفاصي منشية ناصر بن مقطم فزماروت نجيف فمونو جنيس نشير يسوس بخريستوس بن شويس. آمين. دعوناك يا إبراهيم قسيس على المذبح المقدس في كنيسة مذبح العذراء مريم والشهيد يوليوس الإقفاصي منشية ناصر بن مقطم فزماروت نجيب ابن ومايس أواب إمبركليت. إبراهيم ببرد بإترون. ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا حبيب قرقس قسيس على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في خدمة كاهن عام بكنائس المقطم خين إبران مبيوت نمشير بابن مايسواب نوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيانتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا حبيب قرقس قسيسا على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في خدمة كاهن عام بكنائس المقدم فزماروت نجيف فمونوغانيس نشير يسوس بخريستوس بنشوي. آمين. ندعو دعوناك يا حبيب قرقس قسيسا على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في خدمة كاهن عام بكنائس المقدم فزماروت نجيب ابن مايس أواب إمبركليتو. كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا أثناسيوس قسيس على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالأقصر خين إبران مبيوت نمشير بابن مايسواب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيبانتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا أثناسيوس قسيسا على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين
في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر افز ماروت انجبف مروغانيس انشيري إسوس بخريسوس بن شوي آمين. دعوناك يا سناسوس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر افز ماروت انجيب ابن فمايس أواب امبارك لي آمين أكسيوس ميخائيل بي نشتي نار شيعة أنجيلوس Athanasios bebered vi eteros ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين ندعوك يا بي من قسيس على المذبح المقدس الذي دعا للأرزوكسين في كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالأقصر خن فران مبيوت نمشير بابن ما يسواب ونوتي نوت فز ماروت نجيف نوت بيوت بيون تكراتور آمين ندعوك يا بي من قسيس على المذبح المقدس في كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالأقصر افز ماروت نجيف مونوغانيس نشير إيسوس بخريسوس بن شوي دعوناك يا بي من قسيسا على المذبح الأرثوذكسي في كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالأقصر في زماروت انجيب ابن فمايس أواب امبارك لي آمين ميخائيل بن اشتنا شيئان جلوسا اكسيون بابا أبطا ودروس بأرشي ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين ندعوك يا متى قسيسا على المذبح المقدس الذي دعا الأرثوذكسيين في كنيسة الأنبا أنطونوس والأنبا بولا بالأقصر خن فران مبيوت نفشير بابن مايسواب ونوتي نوت فز ماروت انجيف نوت فيوت بيون تكراتور آمين. آمين ندعوك يا متى قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الأنبا أنطونوس والأنبا بولا بالأقصر افز ماروت انجبف مونوغانيس انشيريسوس بخريسوس بن شويس امين آمين دعوناك يا متى قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الأنبا أنطونوس والأنبا بولا بالأقصر افز ماروت انجيب ابن فمايس أواب امبارك ليتو Ne ebe
اتكي اني منا اكسيون بني عتبات ببرد بي ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا بولا قسيس على المذبح المقدس الذي دعا الأرثوذكسيين في كنيسة السيد الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر خنفران مبيوت نمشيرين بابن مايس واب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور أمين. آمين. ندعوك يا بولا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر افزماروت نجيف مونوغانيس نشيريسو بكريسو بن شويس أمين. آمين. دعوناك يا بولا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر افز ماروت انجيب ابن مايس اواب امبارك ليتو. في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا فلتوس قسيس على المذبح المقدس الذي دعى الأرثوذكسيين في خدمة كاهن عام لخدمة قرى الأقصر خنفران مبيوت نمشير بابن مايس واب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور أمين. آمين. ندعوك يا فلتوس قسيس على المذبح المقدس في خدمة كاهن عام لخدمة قرى الأقصر افز ماروت انجيب افمونوغانيس انشيريسو بخريسو بن شويس أمين. آمين. دعوناك يا فلتاوس قسيس على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في خدمة كاهن عام لخدمة قرى الأقصر افز ماروت انجيب ابن مايس اواب امبارك لي. آمين. اكسياتي اجي يا ماري يتمان تنوصا فلتأوس ببرد بي إتيروس. ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا مارتيروس قسيس على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في خدمة كاهن عام لخدمة قرى الأقصر خنفران مبيوت نمشير بابن مايس واب نوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور أمين. آمين. ندعوك يا مارتيروس قسيسا على المذبح المقدس في خدمة كاهن عام لخدمة قرى الأقصر فزماروت نجيف بفمونوغانيس نشير إسو بخريسو بن شويس أمين. آمين. دعوناك يا مارتيروس قسيس على المذبح المقدس في خدمة كاهن عام لخدمة قرى الأقصر افز ماروت انجيب ابن مايس اواب امبارك لي. آمين.
Martiros beberedvi eteros. ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا أنطونيوس قسيس على المذبح المقدس الذي دعا الأرثوذكسيين لخدمة كاهن عام بخدمة قرى الأقصر. خنفران مبيوت نفشير ابن ماسوا بنوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيانتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا أنطونيوس قسيسا على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في خدمة كاهن عام لخدمة قرى الأقصر. افزماروت نجيف منوغانيس نشيري إسوس بخرسو بن شويس. آمين. آمين. دعوناك يا أنطونيوس قسيسا على المذبح المقدس في خدمة كاهن عام لخدمة قرى الأقصر. افز ماروت انجيب ابن افمايس اواب امبارك لي. آمين. Antonios beberedvi eteros. ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا يوسف قسيس على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في كنيسة الشهيدة دميانة بالمحلة الكبرى. خنفران مبيوت نمشير بابن مايسوا بنوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيانتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا يوسف قسيسا على المذبح المقدس في كنيسة الشهيدة دميانة بالمحلة الكبرى. افزماروت نجيب في منوغانيس نشيري إسوس بخريسوس بن شويس. آمين. دعوناك يا يوسف قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيدة دميانة بالمحلة الكبرى. افزماروت نجيب ابن مايس اواب امبارك لي. آمين. أكسيا تياجيا إميدة إميانيا أكسيا بنيوت يوسف ببرد في إتيروس. ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا بيمن قسيسا على المذبح المقدس الذي دعا الأرثوذكسيين في خدمة كاهن عام بالمحلة الكبرى. خنفران مبيوت نمشير بابن مايس واب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيامتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا بيمن قسيسا على المذبح المقدس لخدمة كاهن عام بالمحلة الكبرى. افزماروت نجيب في منوغانيس نشيريسو بخريسو بن شويس. آمين. آمين. دعوناك يا بيمن قسيسا على المذبح المقدس
في خدمة كاهن عام بالمحلة الكبرى في زماروت انجيب ابن ماس اواب امبركني آمين آمين بابا أبطى ودرس بأرشي إيرم صام أكسيوس أبكارس بإبن إسكوبون صام أكسيوس بنيوت بمن ببرد بي إترو ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين آمين ندعوك يا سمعان قسيس على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في كنيسة السيدة مريم العذراء والأنبا شنودة مدينة السلام بخدمة الإرشاد الروحي خنفران مبيوت نشير بابن ما سواب ونوتي نوت في زماروت نجيف نوت بيوت بيانتو كراتور آمين آمين ندعوك يا سمعان قسيس على المذبح المقدس لكنيسة العذراء والأنبا شنودة بمدينة السلام وخدمة الإرشاد الروحي افز ماروت انجب اخمونو جنيس انشير إيسوس بخريسوس بنشوش آمين دعوناك يا سمعان قسيس على المذبح المقدس لكنيسة السيدة العذراء والأنبا شنودة مدينة السلام خدمة الإرشاد الروحي افز ماروت انجب ابن مايس اواب امبرك ليتو آمين أكسيوس أبشنوتي بعرش مني إدريتي سمعان ببرد بإتيروس ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين آمين ندعوك يا جرجس قسيسا على المذبح المقدس الذي دعى الأرثوذكسيين في كنيسة السيدة العذراء والأنبا شنودة مدينة السلام بخدمة الإرشاد الروحي خنفران مبيوت نمشير بابن ما سواب ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي فيوت بيانتو كراتور آمين آمين ندعوك يا جرجس قسيس على المذبح المقدس الذي دعى الأرثوذكسيين في كنيسة السيدة مريم العذراء والأنبا شنودة مدينة السلام خدمة الإرشاد الروحي في زماروت انجب اخمونو جنيس انشير إيسوس بخريسوس بنشوش آمين دعوناك يا جرجس قسيس على المذبح المقدس لكنيسة العذراء والأنبا شنودة مدينة السلام بخدمة الإرشاد الروحي في زماروت انجيب ابن مايس اواب امبرك لي آمين آمين أبشنوتي بأرش مني إدريتي صام أكسيوس بنيوت جرجس ببرد بي إتيروس ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين آمين ندعوك يا بولا قسيس على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين
في كنيسة السيدة مريم العذراء والأنبا شنودة مدينة السلام لخدمة الإرشاد الروحي خنفراني مبيوت نشيرن بابن مسواب ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي فيوت بيان تكراتور أمين. آمين. ندعوك يا بولا قسيس على المذبح المقدس كنيسة العذراء والأنبا شنودة مدينة السلام في خدمة الإرشاد الروحي افز ماروت انجبخ منوغانيس انشيري إسوس بخريسوس بنشور. آمين. دعوناك يا بولا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة السيدة العذراء والأنبا شنودة بمدينة السلام بخدمة الإرشاد الروحي فز ماروت انجيب ابن مايس أواب امبرك ليتو. آمين. أكسيون أبشنوتي بعر شمنذري تنصى أكسيون بنيون بولا ببرد بيتروس. ندعو في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا أوغسطين قسيسا على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في خدمة الكرازة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية خنفران مبيوت نشيرين بابن مايسوا بنوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي فيوت بيانتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا أوغسطين قسيسا على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في خدمة الكرازة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية افز ماروت انجبف منوغانيس انشيري إسوس بخريسوب بن شويس. آمين. آمين. دعوناك يا أوغسطين قسيسا على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في خدمة الكرازة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية افز ماروت انجيب ابن مايس أواب امبرك لي. آمين. أجسيتي تبان تنوسا أكسيوس بنيوت أوغسطين ببرد بي إتروس. ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيسا على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في خدمة الكرازة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية خنفراني مبيوت نشيرن بابن مايسوا بنوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي فيوت بيانتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيسا على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في خدمة الكرازة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية افز ماروت انجبف منوغانيس انشيري إسوس بخريسوب بن شويس. آمين. آمين. دعوناك يا مينا قسيس على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في خدمة الكرازة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية افز ماروت انجب ابن مايس أواب امبرك لي. آمين. أكسيتي أجي ماري يتبار تنوصا
ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا ويصة قسيسة على المذبح المقدس الذي دعا الأرثوذكسيين في خدمة الكرازة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية. خنفران مبيوت نمشير مبنى ما سواب نوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيون تكراتور. آمين. آمين. ندعوك يا ويصة قسيسة على المذبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين في خدمة الكرازة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية فزماروت نجيف مونوغانيس نشيريسوس بخريسو بن شويس. آمين. آمين. دعوناك يا ويصة قسيسة على المذبح المقدس الذي دعا الأرثوذكسيين في خدمة الكرازة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية فزماروت نجيب ابن فمايس أواب إمبركليتو. We ordain you in the Holy Church of God. Amen. Amen. We ordain you, John, as a presbyter for the Holy Altar, which has been named for the Orthodox, Saint John the Baptist and Saint Elizabeth in Barrie, Canada. خنفران مبيوت نمشير مبنى مايسوا بنوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بيانتو كراتور. آمين. آمين. We ordained you, John, as a presbyter for the holy altar which has been named for the Orthodox, St. John the Baptist and St. Elizabeth in Barrie in Canada. فزماروت انجب في مونوغانيس انشير يسوس بخرسو بن شويس. آمين. آمين. We ordained you, John, as a presbyter for the holy altar which has been named for the Orthodox, St. John the Baptist and St. Elizabeth in Barrie in Canada. فزماروت انجب ابن ومائس اواب امبركلي. آمين. 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 Church of God. Amen. Amen. We ordain you, Joseph, as a presbyter for the holy altar which has been named for the Orthodox, Saint Mark and Saint Mary of Egypt, Ottawa.
إن كندا خنفران إم فيوت نمشير إم بفل ما سوا بنوتي نوت فز ماروت إن جيف نوت فيوت بيان تكراتور آمين آمين وي أردنت يو جوزيف أز بريزبيتير فور ذا هولي ألتر ويتش هاز نيمد فور ذا أرثوذكس مارك أند سانت ميري أوف إيجيبت أند أوتوا إن كندا افز ماروت انجب في مونوغانيس انشير يسوس بخريسوس بن شويس امين امين وي اوردين ديو جوزيف از بريزبيتير فور ذا هولي التر ويتش هاز بين نيمد فور ذا ارزوكس سان مارك اند سانت ميري اوف ايجيبت اوتوا كندا افز ماروت انجب ابن في مايس اواب امبركليتو آمين آكسيتوس آبا ماركوس بيابو أستولوس Baba Avata Wadros Bi Arshi I Eremsa A Exeos Ben Yod Joseph Bi Berezvi I Oh,
نشكرك أيها السيد الرب ضابط الكل من أجل كل حال، ونمجد اسمك القدوس لأنك صنعت معنا عظائم وأفضت موهبتك ذات الغنى على عبيدك هؤلاء. نسأل ونطلب إليك يا سيد اسمعنا كثرة رأفاتك، سر بهذه الشرطونية الصائرة لعبيدك هؤلاء من قبل حلول روحك القدوس عليهم، وقوم دعوة اختيارهم بطهارة بنعمة صلاحك. اخترنا معهم للصلاح لكي نعمل ونربح في الوزنة وننال مع كل الذين عملوا مشيئتك منذ البدء أجرة الوكيل الأمين الحكيم في ظهور ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. هتسمعوا الوصية، ولما نيجي عند الجزء اللي بيقول لتأخذ أجرة العبد الحكيم الأمين، بناخد مطانية، بنعمل مطانية ونخش الهيكل نقبل المذبح ونقف في شرقية الهيكل. اعلم أيها الابن قدر هذه الدعوة التي استحققتها، التي هي القسوسية وتقليدك الأسرار العظيمة التي للعهد الجديد بدرجة التعليم. فيجب عليك إذن أن تعمل وتعلم من جهة الأعمال الحسنة أفضل من الكلام. وأذكر كلام بطرس الرسول قال أن القسوس الذين فيكم أرغب إليهم أن القس شريكهم والشاهد على آلام المسيح والشريك في المجد الذي يظهر. ارعوا رعية الله التي فيكم وكونوا تفتقدوها لا بالظلم لكن بإرادة قلب، وليس كأنكم أرباب الأنصبة بل كونوا مثالا للرعية، لكي إذا ظهر رئيس الرعاة يأخذكم إكليل المجد غير المنحل. كن إذن عاملا بالوزن التي أؤتمنت عليها لتردها مضاعفة لتأخذ أجرة ذلك العبد الحكيم الأمين. وتجمع الشعب على كلمة التعليم مثل مربية تربي بنيها، لتخلص أنت والذين يسمعونك. امضي بسلام الرب معك.